الفن أهم من باب إنه مش أفضل، إنه أخطر. وأنا كلمت عنه ووضحت في أكثر من برنامج، أخطر من حيث إنه موجود في البيوت طول الوقت لرب الأولاد. فن ممكن يوجه أفكار، لكن شيوخ المساجد على أصنا من فوق ليهم كل الاحترام وكل التقدير، ودكاترة الجامعة برضه نفس الحكاية، عمرهم ما يقدموا حاجة تضر المجتمع، لكن الفن ممكن لو احنا ما خدناش بالنا ممكن يضر المجتمع. من هنا قلت ان هو اهميته في خطورته مش في افضليته، في فرق كبير قوي. في ناس كتبت كومنتات وكده وبتاع، مش اعتبرها تهديدات يعني. ما حدش قال لي هنحط السيخ المحلي في صنصور ودنك يعني. بحضر ان شاء الله عندي مجموعه اعمال بنقراها دلوقتي، وان شاء الله الافضل فيهم هنقدمه باذن الله. هو نازل بوست بس، ده نازل اغنيه وحاطط فيها اسمي وبيشتم فيها وكل حاجه، بس انا يعني انا احتفظ بحق الرد بقى، والقضاء هو اللي هيجيب حقي. انا مش هكلف الموضوع ده تاني يعني، لانه ما يصحش يعني اغنيه تحط فيها اسمي وتقول الكلام دوت. يعني انا ما عملتش فيك حاجه، بالعكس ده انا احترمت غيابك وما رضيتش ان انا اشيل منها في المشهد اللي هي يعني طلبت مني ان انا ما اشيلهاش. ما عملتش حاجه، بالعكس ده انا صنت غيبتك يعني. بس هو بقى واضح ان هو عايز يكمل في الحكايه، بس انا مش هكمل. هو المحامي بقى هو اللي يكمل. مشكله بيني وبيننا، انا مشكله بيني وبين زوجها، وقلت لك انا بترفع عن الكلام في الحكايه دي خالص، والمحامي قال هيتصرف. انا عارف ان هي باذن الله في مشروع المزيكا باذن الله في على بدايه السنه الجديده ان شاء الله هنقدم حاجات جميله باذن الله. اي نوع مزيكا انا اقدر اقدمه، محدش يقدر يمنع اي نوع مزيكا. دي مزيكا، دي مزيكا. المزيكا ليها انواع كتير جدا 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 جدا، مفيش حد يقدر يقول ايه اسمعي ده وما تسمعيش ده. خلاص طالما الموسيقى وصلت وجدانك. لا استاذ هاني شاكر ما منعش نوع مزيكا. الاستاذ هاني شاكر منع مطربين لان هم ما معهمش تصاريح يغنوا في مسارع، منع ناس ممكن يكون صوتها مش مؤهل ان هم يغنوا، لكن نوع المزيكا نفسه مش ممكن حد يقدر يمنع مزيكا. دي مزيكا، انا حر اعمل اللي انا عايزه، اعملها دم واحده، اعملها دمتين، اعملها بصاجات، اعملها كمانجات، انا حر. هو مش كان قبل كده الاستاذ حميد الشاعري لما دخل السيكونسر وبدات تبقى المزيكا بيت، وغيرت من شكل المزيكا في مصر بعد ما كنا بنشتغل بالالات اللايف وكده، اتوقف اتمنع في فتره. ودلوقتي اللي حصل مزيكه حميد الشاعري كسبت، وبقى حميد الشاعري استاذ حميد الشاعري، صح ولا لا؟ فاي ظاهره جديده بيحصل عليها هجوم، لكن هي طالما وصلت للناس مفيش حد هيقدر يمنعها. انسي نو واي، هيتغير الشخصيات هتتغير وتفضل المزيكه موجوده.